السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، انا رجعت لكم دابا وبغيت نشكر جميع القنوات اللي وقفوا معنا وجميع الناس المتتبعين اللي وقفوا معنا واقفين ضد هاد النوع ديال الناس اللي تيشوفوا في ولادنا بهذه الطريقة هذه، واعتبروا سلمى ومالك بناتهم بحال اللي بناتهم، وقالوا لا التنمر وهذا الشيء اللي وقع هذا الشيء في اليوتيوب ما عجبناش وما موافقينش عليه. والحمد لله انا بردت على البارح، علاش؟ الوقفة ديالكم مع جميع القنوات بقيتهم واقفين معايا وتهضروا بسميتي. حتى واحد النقطة اخرى نهضر عليها اللي اولتوها البارح، انا البارح على فاطمة الزهرة تناشد هاد النوض وتهضر على الموضوع كيما هضرات عليه البارح، وثاني اليوم تنعاود ناشدها تزيد تهضر على الموضوع وتاخذ لي الحق ديال حياتي وترجع سميتي كيما كان شحال هادي. مع هي اللي عارفه الاسرار والخبايا ديال كل شيء ديال هاد الموضوع كامل من الاول حتى الاخر، مع هي اللي ترجع لي الاعتبار ديالي. اش قلت ذنوب بناتي عليها؟ فانا تنقصد هذاك الحيوان اللي وصلت ليه الجرأة يهضر على بناتي باش تنوض هي حتى هي تنوض وتهضر على الموضوع مع هي اللي كما قلت لكم هي اللي عارفه الخبايا ديال هذا الموضوع كامل وعارفه السبب منين بادي هذا الشيء كامل وفوقاش. وتنشكرها وتنشكر جميع القنوات المجهودات ديالهم وعلى الدفاع ديالهم عليا وعلى اولادي وعلى مرتي. تنشكر جميع الناس والمتتبعين اللي واقفين جنبنا وتياكلوا العصا معانا وتيتعايروا على ودنا، تنشكركم بزاف. وتنشكر جميع الجمعيات اللي اتصلوا بيا البارح واليوم والسلطات. كاين شي حاجه ما تكونوا هاني ما تخافوش، مع حق المظلوم ما عمرو تيمشي. جي عندي كون هاني، ما عنديش مشكل معك فهاد الشيء، وباقي بغيتي تسد فمك، ولكن انا نجي نسدولك، انا نجي نهرسولك، ما بقى لك والو معايا. اقسم بالله اللي ما سديتي فمك انا اللي تشوف شنو غندير. يلا انا قلت لك قربت لك وقربت نجبدك فين كاين. وشكون انت اللي تتقول خايف على بناتي؟ شكون انت في خلق الله اللي تجي تهضر لي على ولادي وتقول لي شنو نلبسهم وشنو ندير لهم وشنو ندير لهم؟ شكون انت؟ ما عندكش الحق تهضر عليهم وتجبدهم. شكون ما كنتيش معقد ومكبوت ما تشوفش هاد الحوايج اللي شتيهم بهذيك الطريقه؟ مع بنيت عندها 8 سنين تشوف فيها هذيك النظره، راك شويه راه ماشي نورمال، راك خاصك تمشي تعالج راسك. اقسم بالله سير عالج راسك. نقول بوبا خويا احمد اختي اسماء، احنا كاملين معاكم وقلبنا معاكم والله يحفظ بنياتكم وبنيات جميع أمة المسلمين. خاصنا نديروا الايد في الايد احنا كاع الناس وكاع القنوات كبيرة وصغيرة باش نحاربوا هاد الظاهرة اللي ولات، هاد الظاهرة ديال التحرش والاغتصاب. و